عودة وكل تما وهاجر. هذو ثلاثة ديال الشابات من أكثر من 30 متطوع ومتطوعة كينتميو لهيئة أفريقيا المغرب، اختاروا عن طواعية العمل الجمعوي في جبال الحوز، وبالضبط في جماعات ويرقان وإغيل وأجوكاك، هذو اللي بطبيعة الحال تابع الإقليم الحوز. هذا الإقليم هذا اللي عرف سبتمبر 2023 أقوى زلزال ضرب المغرب وخلف الآلاف ديال الضحايا والآلاف ديال المصابين، إضافة إلى خسائر كبيرة على مستوى المنازل والطرقات. وهذا اللي جعل هاد الشابات وهادو وغيرهم انهم يختاروا العمل الى جانب الساكنه المحليه. العمل ماشي فقط نهار او شهر، بل 9 اشهر بالتمام والكمال. 4 اشهر اللي مرت لحد الساعه على تطوع هاد الشابات، يعني 4 اشهر من الظروف القاسيه اللي مازال المنطقه كتعرفها نتيجه كيف ما قلنا من الزلزال القوي اللي ضرب المنطقه. ورغم ذلك ورغم الالام كاين امال مع هاد النماذج المشرقه واللي كتشرف المغرب، بدليل ان عملهم التطوعي خلال 4 اشهر اعطى واحد النتيجه للساكنه المحليه، نتيجه طبعا كتبقى إيجابية بالنظر مع الإمكانيات المتوفرة لهم من حيث إنجاز عدد من المشاريع البنيوية والمدرية اللي دخلوا استطاعوا هاد البنات هادو أنهم يعطوا نموذج مشرق في العمل الجمعوي التطوعي. التقينا بهاد الشابات في 3 ديال الدواوير المشكلة لحوض أزادن بجماعة ويرقان، وبينوا الأنفاس بريس طبيعة العمل التطوعي ديالهم اللي هو الترافع عن هاد الدواوير اللي كيمثلوها، وأيضا جلب مساعدات للدواوير ومساعدة تنموية، وكتكون كيف ما قلنا مدرية للدخل مع العمل على تعزيز القدرات النسائية لهاد الشابات هادو اللي رغم أنهم في هذه المنطقه دي ولكن ما عندهم حتى شي علاقه بالمنطقه لا من حيث العادات ولا التقاليد ولا اللهجه. نبقاو مع هذه النماذج المشرقه من بنات بلادي. المنظمه هي كتكون الشباب الافريقي باش يطوع في المناطق النائيه، وكنخدموا على ليديوكاسيون، كنخدموا على التقويه وتعزيز القدرات النسائيه، كنخدموا على البيئه. ومن مورا الزلزال تمركزنا في الحوز وعطيناه كاع الشباب الافريقي المغربي بشكل خاص. واش انت اللي اختارتي انك تجي لهذه المنطقه هذه ولا كان حنا كانوا عندنا بزاف المناطق كنخدموا عليهم، كانت ازيلال، كانت ازيلال، كانت طاطا، كانت افران، ولكن من مورا الزلزال قررنا على اننا الناس الحوز محتاجين المتطوعين بحالنا، فتمركزنا كلنا هنايا في الحوز. هذا التطوع دخلتو الشهر الثالث تقريبا. نعم حنا راح نطالعين في 4 شهور. 4 شهور. واش كان من سهل على ان هاجر من نهار الاول تندمج مع هذه المنطقه؟ عندنا واحد لافاز سميتها فاز دانتيغاسيون، انك تندمج مع الـ مع الـ مع الـ الدوار ديالك، كتقوم فيه بزاف الانشطه، منها كيف ما قلت لك التعليم، تقري الوليدات، تقري العيالات، تعاون الناس ديال الدوار، دير اي حاجه كيديروها هما، الروتين ديالهم، الأنشطة اليومية ديالهم تدخل فيها، بغاو يحصدوا، بغاو يزرعوا، بغا كتدخل معاهم، وهذه هي واحد الطريقة باش كتبدا تندمج مع الناس ديال الدوار. صراحة ما كانش شي حاجة اللي هي سهلة، لأن جيت واحد البيئة جديدة، جيت لواحد المنطقة جديدة، ماشي شلحة، ما كنعرفش حتى شلحيت، كنحاول نتعلم، ولكن يس نقدر نقول لك حققت المراد ديالي أنني وليت بنتهم هنايا. ولكن كان ما كانش من السهوله على انه توصلي لها؟ لا ما كانش من السهوله، ضروري خص بالمجهود، خص بالعمل، خص بزاف الحوايج. والناس كيفاش رحبوا بك؟ كان عندهم موقف منك في الاول؟ الناس هنايا كيف ما كنعرفوا الناس ديال الحوز هما ناس من ضيافي. النهار الاول كنعقل تقبلونا كبناتهم، احتضنونا كوليداتهم، كيقول لك انتم زند ولادنا، انتم بحال ولادنا. ما نتشكاش من الناس ديال الدوار ديالي. بالنسبه لك انت في الدوار شنو هي المبادرات والمشاريع اللي اشتغلتي عليها؟ عندنا جوج المشاريع لحد الان. المشروع الاول هو التوزيع ديال الماعز للاسر المعوزه اللي تضرات بالزلزال، والمشروع الثاني هو الحمام اللي مازال دابا حنا كنخدموا عليه. شحال بالنسبه للماعز؟ راه حنا درنا لهم تعاونيا نسائيه اللي ان شاء الله غادي تبداو غيبداو يبيعوا الحليب للشركات. بالنسبه للحمام ما غاديش نخليوه غير حمام هكا، خص ضروري شي حاجه تكون مدره للدخل، فدرنا واحد المسطره كيفاش نقادوا الحمام، كيفاش نخليوه مدير للدخل، كيفاش تستافد منه الجمعيه، والجمعيه تخدم على بزاف المشاريع اخرى. كيعطيوك البيدجي ديالو تامبليمون ديزايني بلوتو البروجيكت اند ذن تامبليمنتي، وكيبقى هكا مع الناس ديال الدوار كرافيكا كتقلب السويفي ديالو من بعد. التطوع اولا في المغرب ماشي مصطلح شائع عندنا، ماشي شي حاجه كتضرب بين اهلنا، بين الناس ديالنا، بين في الزنقه. التطوع يقول لك كنضيع وقتي، نعطي الجهد ديالي لواحد اخر، ولكن راه اون فوا الواحد
غيدخل العمق ديال شنو هو التطوع، انه كتعاون الناس، انه كتهدي ناس. ما عندك اول حاجه راه عندك اجر مع الله، ثاني حاجه كدير ديفلوبمون ديال راسك. دونك كنقول للشباب المغربي انه يعطي فرصه للتطوع وما غاديش يندم.